يا استاذ وليد، خد عندك دي. انا انفراد احمد شاهين جابها لك من كنترول، مش كنترول الثانويه العامه، كنترول الفلك والنجوم. الاهلي سيفوز على الوداد في مباراه الاياب الاحد القادم 11 يونيو، هو الاحد، المهم 11 يونيو ايا كان اليوم الموافق، سيفوز في هذه المباراه لا شك، والاهلي هو بطل نهائي وبطل دوري افريقيا. والاهداف الجديد بقى ليك يا استاذ وليد، ايه كم دي بقى الصعوبه بقى، مش مجرد ان حد يفوز، ايه هي كميه الاهداف اللي في المباراه، في المباراه كلها توتال 4 اهداف اتجابوا في المباراه. انا توقعت قبل كده، توقعات الرياضيه تحديدا، الناس بتحب تعرف نتائج المباراه المصريه. طبعا في مباراه الاياب او الاياب اللي هو النهائي في دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والوداد يوم 11 يونيو القادم. انا بقول من خلال كشوفات الجيف، من خلال الهيئات الفلكيه، الاهلي والوداد، ان الاهلي هو الفائز لا محاله ولا شك ولا جدال في ذلك يوم الاحد القادم في المغرب، وهناك نتيجه 4 اهداف في المباراه، قد تكون تعادل 2-2 ويفوز الاهلي بالاهداف الترجيحيه، قد يكون 3-1 للاهلي، قد يكون 4-0 للاهلي، في كلا الاحوال الاهلي هو الفائز لا شك، وهناك 4 اهداف في هذه المباراه. مرتضى منصور بيحقق توقعات التي ما زلت مصر عليها انه رئيس النادي الزمالك، في ناس قالت لي طيب يتعزل النهارده 7 يونيو، انا بكلمكم دلوقتي، الحكومه طعنت، الحكومه يعني وزير الشباب والرياضه طعن على عزل مستشار مرتضى منصور، وبالتالي توقعات احمد شاهين صحيحه مهما حدث من احداث، الا ان الفلك يكشف الابعد، وانا كشفت من زمان لابعد من ذلك، وهذه اللحظه كشفتها من فتره، اللي الناس بتقول انت بتعرف ليه بالفلك، من زمان انا قلت مرتضى منصور هيبقى رئيس نادي الزمالك، والنهارده اكد ما احمد شاهين بالفلك ان المستشار مرتضى منصور هو باقي في رئاسه نادي الزمالك. بالنسبه لاسرائيل اللي هي كوكب الشر او بلد الشر، اللي هي مصدر كل الشر وبذره الشر في المنطقه منذ ان خلق المنطقه من ايام سيكس بيكو لحد الى قيام الساعه، هي اسرائيل المزروعه، اتوقع عليها دمار شامل الفتره القادمه، والبدايه باغتيال بنيامين نتنياهو. الدوله الاسرائيليه منهاره لا محاله، المنهاره لا محاله، منهاره لا محاله، انا بقسم بالله تعالى العظيم، بالله العظيم ثلاثا، ان اسرائيل منهاره لا محاله، ومهما فعلوا والاحداث تدل على ذلك، نصدقا لقول الله سبحانه وتعالى، واظن انهم من اعتهم خصومهم من الله فاتهم الله من حيث لم يحتسبوا.